المجاميع التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون قاموا وعادوا من جديد بهجماتهم الإرهابية على مطار بغداد فجر هذا اليوم. وهذا الهجوم الذي قادته هذه المجاميع التي طبعا هي تعمل دائما بهذه الهجمات وبالطائرات المسيرة وبالصواريخ، قاموا بهذه العملية في الساعة 2:30 فجرا بطائرة مسيرة واحدة مستهدفة مطار بغداد. هذا هو مطار بغداد الذي ترونه، والنقطة الأساسية التي كانوا يستهدفونها ويحاولون الوصول إليها هي البي دي اس سي، وهو مركز بغداد للدعم الدبلوماسي تحديدا الذي يتواجد في هذه النقطة. تقريبا الطائرة المسيرة كانت طائرة مفخخة قادمة باتجاه واحد إلى هذا المركز، واقتربت كثيرا فعلا من هذا المركز قبل أن تتصدى لها منظومة السيرام الموجودة في تلك المنطقة وتمكنت من اصطيادها. وعملية اقتراب هذه الطائرة المسيرة كانت قد تكون بسبب العواصف الترابية والأجواء الترابية الصعبة التي قد تكون صعبت الأمور والمهمة على المنظومة الرادارية، وعلى هذا الأساس لم تستطع من رؤية هذه الطائرة المسيرة وكانت خطيرة للغاية. ولكن في نهاية المطاف تمكنت منظومة السيرام مرة أخرى من التصدي إلى هذه الطائرة المسيرة. لم تكن هنالك خسائر على المستوى المادي أو على المستوى البشري بأي شكل من الأشكال. أيضا في نفس الوقت لم تعرف من أين هذه الطائرة المسيرة قادمة، ولكن أيضا وبذكر هذه الأجواء الترابية قد تكون هي أيضا واحدة من الأمور والعوامل التي استغلتها واستفادت منها الفصائل المسلحة في عملية استخدامها لهذه الطائرة المسيرة من أجل تحقيق هدفها، ولكنها لم تتمكن من هذا الأمر. وفي لقطات حصرية هي ستعرض الآن لأول مرة على قناة التغيير الفضائية وبرنامج رأس السطر، وهي تعرض هنا طبعا لأول مرة على الإطلاق. تحصلنا عليها من مصدر خاص للحظات الأولى للتصدي لهذه الطائرة المسيرة، وهي متوجهة إلى مطار بغداد، إلى مركز بغداد للدعم الدبلوماسي. هنا كما تلاحظون الطائرة المسيرة وهي تقترب شيئا فشيئا من هذا الموقع، ولكن قبل أن تأتي طبعا منظومة السيرام برشقة سريعة جدا لكي تقضي وتسحق هذه الطائرة تماما وتسقط بهذه الطريقة كما تلاحظون. وبالتالي هنالك أيضا صورا أخرى وهنا ممكن أن نستفيد منها، ولقطات كما تلاحظون هذه اللقطة العامة التي رأيناها لهذه الطائرة المسيرة بالاقتراب من هذه الطائرة المسيرة. سنلاحظ بأنها طائرة من هذه المسافة تبدو بهذا الشكل وتستطيع رؤيتها بهذه الطريقة، معنى ذلك بأنها طائرة كبيرة الحجم وليست طائرة صغيرة أبدا، بل كانت هنالك أيضا صورة حصرية تحصلنا عليها من الزاوية كما هو واضح من زاوية منظومة السيرام وهي تتصدى لهذه الطائرة. واضح جدا هي كانت فوق تقريبا منظومة السيرام بهذا الاتجاه، وبالتالي كانت خطرة وقريبة للغاية من الموقع، ولكن كما تحدثنا تمكنت من سحق هذه الطائرة. وكانت هنالك لقطات لأجهزة وطبعا أو أطراف أو أجزاء هذه الطائرة المسيرة كما تلاحظون، العديد من اللقطات واضح أن الطائرة مهشمة تماما، توضح طبيعة التي أن تي والعملية التفخيخ الكبيرة اللي كانت والتي كانت موجودة في هذه الطائرة المسيرة. هذه قد تكون لقطة أوضح بهذا الشكل، وعلينا أن نأخذ عددا من العلامات. واحدة من العلامات المهمة هي هذا الملصق أو الاستيكر الأصفر الذي في العادة يكون هنالك سيريال نمبر أو رقما سريا أو خاصا بهذه الطائرة المسيرة. وبالتالي إذا ما توجهنا سنجد أيضا بأننا أمام صورة أخرى قد تحصلنا عليها أيضا، وهذه الصورة هي لهذا الجناح الذي تلاحظونه للطائرة المسيرة التي دمرت فجر هذا اليوم. هنالك عددا من العلامات التي ممكن أن نستفد منها ونستفيد منها من هذه الطائرة المسيرة، مثلا هذا الجزء الذي يرتبط بجسد الطائرة، وكما تلاحظون الطول الخاص بهذه الطائرة وطبيعة تشكيل الجناح، وهذا المربع الذي ترونه أو الصندوق الذي في العادة يبدو لونه بلون السيلفر أو الفضي بهذا الشكل. وطبعا واضح بأن الجناح قد دمر بالكامل، ولكن هذه العلامات التي أخذناها بهذا الشكل هي تشبه تماما الطائرات التي اعتدنا أن نراها والتي اعتدنا أن نراها طبعا وهي تهاجم مطار بغداد في السابق، مثل هذه الطائرة وجناح هذه الطائرة التي استخدمت في يناير الماضي من عمليات ثأر القادة، الثأر السليماني وغيرها من هذه التفاصيل. واضح بأننا أمام تقريبا نفس الشكل، نفس العلامات، نفس الطريقة، وهذا هو الصندوق السيلفر الذي تحدثنا عنه، ولكن ليس هنالك أي ملصقات في هذه الطائرة كما تلاحظون بهذا الشكل. قد تكون بسبب كما تحدثنا الضربة والاشتعال الذي تعرضت له هذه الطائرة، اختفت هذه العلامات التي نتحدث عنها. وهذا الجناح لهذه الطائرة هي أصبحت معروفة طبعا، هي هذه الطائرة التي ظهرت أيضا في إقليم كردستان، هاجمت كذلك مطار بغداد كما تحدثنا.
في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة، وظهرت هذا العام بشكل كبير. نتحدث عن الطائرة IRN-16 من الصناعة الإيرانية البحتة طبعا، ولكن المصدر الخاص أبلغنا بأن الطائرة ونوع الطائرة هو ليس هذا النوع الذي نتحدث عنه أبدا، بل هو من نوع KASO-4. هذا النوع من الطائرات وظهر أيضا بداية هذا العام بهذا الشكل، وهي تشبه صماد 2 التي يستخدمها الحوثيون في اليمن، وهي قد هاجمت قاعدة عين الأسد في أكثر من مرة. وبالتالي المصدر الخاص كشف لنا بأن هذه الطائرة المسيرة وهذا النوع من الطائرات المسيرة هو الذي قام بهذا الهجوم. ولكن بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، هي في نهاية المطاف هي طائرات كبيرة إيرانية الصنع، مفخخة خطيرة للغاية. كان من الممكن للهجوم اليوم الذي تم في الصباح الباكر بهذا النوع من الطائرات المفخخة الخطيرة على مطار بغداد أن يسبب مشكلة حقيقية جدا للمدنيين هذه المرة، صدق أو لا تصدق. وهنالك سببين لهذه الخطورة التي سنتحدث عنها الآن. أولا، بحسب الفلايت رادار كما تلاحظون هنا والتسجيلات للرحلات التي جاءت طبعا اليوم بهذا الشكل كما تلاحظون في 24 مايو، أي اليوم في بغداد انترناشنال ايربورت مطار بغداد الدولي، سنلاحظ بأن كما تحدثنا أن هذا الهجوم بالطائرة المسيرة جاء في 2:30 تقريبا، في 2:30 صباحا، وبالتالي هذا يتطابق مع رحلة للرحلات والطائرات. كانت هنالك رحلتين قادمة أساسا إلى مطار بغداد، نتحدث عن الخطوط الجوية بيجاسس إيرلاين التركية، كانت قادمة من إسطنبول إلى بغداد ووصلت في 2:20 من فجر هذا اليوم، قريبة جدا، فرق 10 دقائق عن العملية وظهور هذه الطائرة المسيرة، وهي كانت تستهدف BDSC مركز بغداد طبعا للدعم الدبلوماسي. وكذلك في 2:30 صدق أو لا تصدق، الخطوط الجوية العراقية تماما بنفس توقيت هذا الهجوم هي كانت قادمة وهبطت إلى مطار بغداد عدد الطائرات أساسا الموجودة على مطار بغداد، وكان بالتالي هذا من الممكن أن يسبب خطرا كبيرا على المدنيين وعلى الطائرات المدنية تماما، مثل ما حدث في الفترة الأخيرة طبعا وفي إحدى الهجمات الصاروخية التي ضربت عدد من الطائرات المدنية في مطار بغداد وظهرت بهذا الشكل الغريب والخطير للغاية، والذي ممكن أن يؤثر طبعا على مطار بغداد وعلى هذه الرحلات التي نتحدث عنها. أما الخطر الآخر في هذا الهجوم الذي جاء فجر هذا اليوم هو بقضية نشرت من هيئة المنافذ الحدودية، نشرت اليوم تفاصيلا خطيرة للغاية، هي تتحدث بأن هنالك مواد كيميائية خطرة للغاية موجودة في مخازن، وهذه المخازن هي موجودة في مطار بغداد. وبدأت هيئة المنافذ الحدودية بشكل مباشر بالعمل بحسب البيان الذي أصدرته من أجل إخلاء هذه المواد الكيميائية من مطار بغداد. ولذلك تخيل أن القضية ليست فقط على المدنيين، وإنما لو جاءت هذه الطائرة المسيرة أو حتى الصواريخ الخاصة بهذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران بهجوم مباشر وترتطم أو تضرب هذه المخازن التي نتحدث عنها التي تتواجد فيها المواد الكيميائية الخطيرة، لكنا أمام إغلاق تام، قد نكون أمام هذه القضية لو حدثت لا سمح الله ويغلق مطار بغداد بالكامل والأمور تصبح خطيرة للغاية. وبالتالي هذه كلها معلومات مرتبطة بطبيعة الخطر الذي نتحدث عنه من هذه الهجمات الذي يأتي خطيرا للغاية على المطار بكل تأكيد. هذه العملية طبعا التي نتحدث عنها هي تأتي بشكل مثير للغاية بعد ساعات قليلة من بيان صدر من مجموعة، وبيان طبعا من مجموعة أو ما يطلق عليها أو ما تسمى تنسيقية المقاومة، أصدرت بيانا مباشرة تحدثت عن عدد من المعلومات المتعلقة في إقليم كردستان طبعا، والذي تحدثت عنه بشكل مباشر. قالت بأن هنالك مجموعات تتدرب برعاية السيد مسرور بارزاني وهو رئيس حكومة إقليم كردستان، بحسب ادعائهم بأن هذه المجموعات هي تهدف لخلق الفوضى في العراق بشكل مباشر. وقالوا بأن هنالك تحركات صهيونية بحسب تعبيرهم في إقليم كردستان، وبالتالي هذه هي نفس العذر ونفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي استخدمته إيران عندما هاجمت في شهر مارس الماضي بالصواريخ البالستية إقليم كردستان، بدواعي أن هنالك مقرات إسرائيلية أو مقرات للموساد الإسرائيلي موجودة في تلك المنطقة وقاموا بضربها، وبعدها تغيرت الأمور ووصلنا إلى قضية الغاز التي أصبحت معروفة للجميع. وبالتالي بيان التنسيقية هنا خطر للغاية. لماذا؟ لأنه يأتي بعد ساعات، بعد ما يقارب 48 ساعة أو أقل من 72 ساعة من أنباء مسألة الاختيال التي تعرض لها هذا القائد المهم في فيلق القدس الإيرانية التابع للحرس الثورية الإيرانية. أتحدث هنا عن العقيد حسن صياد خدائي، هذا الرجل اختاله الموساد الإسرائيلي، والصحافة الإسرائيلية سربت الكثير من التفاصيل كيفية هذه العملية
وكيف أنهم اختالوا هذا الرجل، وحتى بحسب الاتهامات الإيرانية بأن الموساد هو الذي قام بها. وبالتالي قد نكون من خلال هذا البيان بأننا أمام ضربة بالوكالة مرة ثانية على أقليم كردستان انتقاما لهذا الرجل الذي نتحدث عنه بهذا الشكل. المشكلة أن الأمور لم تتوقف عند اغتيال هذا الرجل، بل أن هنالك تفاصيلا وضغطا يجري في إيران قد يكون خطرا على العراق في الفترة القادمة في ظل هذا التصعيد الذي نتحدث عنه والأمور الخطرة التي تجري في الداخل الإيراني. بعد اغتيال هذا الرجل كانت هنالك عددا من الحوادث الغامضة، عادت الحوادث الغامضة إلى الداخل الإيراني مرة أخرى. كان هنالك حادثا في هذه النقطة ألا وهي أبادان الموجودة في محافظة خوزستان الإيرانية طبعا، وفي أصفهان وعلى مسافة 200 كيلومتر تقريبا إلى هذه النقطة التي ترونها وهي أنارك. طبعا كان هنالك حادثا خطيرا تم صباح هذا اليوم. إذا ما توجهنا إلى أبادان وما الذي جرى في هذه المنطقة، فجأة كان هنالك حادثا مثيرا للغاية بسقوط مبنى كبير جدا في تلك المنطقة. المبنى يأتي بعشرة طوابق، كان هو قيد الإنشاء، فجأة سقط هذا المبنى بهذا الشكل الغامض، وكان هنالك قتلى وجرحى كثر، هنالك تزايد في الأعداد. طبعا الأعداد الأولية هنا حتى كما تلاحظون من زوايا أخرى توضح طبيعة الدمار الذي جاء بهذا الشكل، غضب واستياء شعبي كبير جدا. وكل ما تقوله إيران حول هذا الموضوع بأننا فتحنا تحقيقا، مثله مثل الكثير من العمليات الغامضة التي تأتي في الداخل الإيراني. وكذلك بالنسبة للحادث الآخر الذي جاء في أنارك إلى شرق أصفهان، طبعا كما تحدثنا في هذه المنطقة تحديدا، هو فجأة أن طائرة حربية إيرانية سقطت صباح هذا اليوم من النوع F7. وهذه الطائرة طبعا بعد سقوطها جاءت التقارير الرسمية الإيرانية تتحدث بأنه قتل طيار ومساعده مباشرة بعد سقوط هذه الطائرة. هذه العملية وسقوط هذه الطائرة الغامضة هي ليست المرة الأولى، طبعا هنالك عدد من الحوادث. آخر هذه الحوادث كان في 21 من فبراير الماضي لطائرة من نوعية F5 الأمريكية طبعا التي تمتلكها إيران واشترتها قبل عام 1979. سقطت هذه الطائرة في تبريز في شمال غرب إيران، وطبعا كانت اللحظات الأولى لانفجار هذه الطائرة كان كبيرا للغاية. والمثير بهذا الأمر أنه أيضا بعد سقوط هذه الطائرة F5 التي أتحدث عنها، أدى هذا الأمر إلى مقتل الطيار ومقتل مساعده. نفس الطريقة نفس الأسلوب. ما هي النتيجة من التحقيقات؟ لا شيء، هنالك تحقيقات وتغلق هذه القضية. وبالتالي واضح جدا بأننا يبدو بأننا أمام عمليات غامضة دائما ما تتحدث عنها إسرائيل والصحافة الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان تحدث عنها نفتالي بنت ووصفها بأنهم يريدون القيام بهذه العمليات الصغيرة التي أعطى لها وصفا خاصا وهو عملية الموت بألف جرح بحسب وصفه طبعا بكل تأكيد في فترات سابقة. هذه القضايا التي نتحدث عنها الغامضة عن المستوى الهجوم الذي جاء في العراق وكذلك هذه الأمور في الداخل الإيراني هي تأتي متزامنة مع ظروف صعبة تمر فيها المفاوضات النووية وجمود كبير للغاية، على الرغم من بعض التحركات يمينا وشمالا، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كشفت بمعلومات خاصة لهذا الرجل باراك رابيد، أحد أهم الأشخاص الذي يأتي بأهم وأدق التسريبات. نشر على موقع أكسيوس من خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية في موقع أكسيوس بهذا الشكل تفاصيلا لتحركات أمريكية هي تذهب بعيدا عن إيران، قريبة من إيران ولكنها بعيدة من إيران في الشرق الأوسط مع البلاد العربية تحديدا. وتحدث موقع أكسيوس وهذا التسريب الذي جاء كما تلاحظونه في 14 مايو أن الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض وفي مفاوضات وفي نقاشات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل وكذلك مع جمهورية مصر العربية، يناقشون تفاصيل مهمة للغاية. ما هي هذه التفاصيل؟ هنالك صفقة بحسب ما نشره موقع أكسيوس عن هذا الموضوع. إذا ما توجهنا بالقمر الصناعي إلى جزيرتين مهمتين تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق صفقة منها بالهبوط بهذا الشكل، هذه المملكة العربية السعودية، هذا هو البحر الأحمر. سنهبط الآن مباشرة إلى هذه الجزر التي نود الحديث عنها الآن. كما تلاحظون هذه هي الجزر التي تأتي في موقع استراتيجي مهم بالنسبة للبحر الأحمر، هذا هو خليج العقبة، وهذا هو بهذا الاتجاه خليج السويس الذي ينطلق طبعا إلى قناة السويس. وبالتالي دعونا نقترب من هاتين الجزيرتين التي نريد الحديث عنها. طبعا هذه الجزر هي جزر كانت تابعة للمملكة العربية السعودية ولكن خاضت العديد من المتغيرات في التاريخ. طبعا هذه هي جزيرة تيران وهذه هي جزيرة صنافير التي تلاحظونها. هذه الجزيرتين في عام 1948
بعد النكبة المملكة العربية السعودية طلبت من جمهورية مصر العربية أن تقوم بحماية هذه الجزر، وفعلا قامت بحمايتها قبل أن تأتي إسرائيل وسيطرت على هاتين الجزيرتين. وبعدها وصلنا إلى تحول هذه المنطقة وهاتين الجزيرتين كجزء من منطقة منزوع منها السلاح، وبالتالي تتواجد فيها قوات أجنبية من أجل السيطرة أو دولية من أجل السيطرة على أمنها، وانتهى هذا الموضوع. في هذه المفاوضات التي تحدث عنها موقع أكسيوس وبحسب بارك رافت طبعا أن الهدف من هذه المفاوضات هو إرجاع هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مرة ثانية، ولكن مقابل عدد من الأمور التي يجب أن تتحقق. ما كشفه بارك رافت هنا في هذه القضية التي نريد الحديث عنها بأن إسرائيل لديها مطالب، لديها مطلبين. أولا هي تريد من المملكة العربية السعودية السماح للمسلمين الموجودين في إسرائيل أن يقوموا وأن يزوروا مكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل القيام بفرائض الحج. بالإضافة إلى ذلك طالبت إسرائيل بحسب هذه التسريبات على الطائرات والطائرات الإسرائيلية أن يسمح لها بأن تحلق بشكل أكثر وبشكل أكثر تكثيفا، وأن تسمح المملكة العربية السعودية أو تفتح أجوائها لهذه الطائرات الإسرائيلية أن تحلق عبر أجواء السعودية طبعا مباشرة إلى الهند أو إلى الصين أو حتى إلى تايلاند، بالتالي تصبح الطرق سهلة بالنسبة لهم والوقت طبعا قصير بالنسبة لهم بكل تأكيد. وبالتالي هذا يوضح بحسب موقع أكسيوس، وضح بأن هذه الأمور وهذه الصفقة قد تؤدي وقد تعتبر الخطوة الأولى للتطبيع أو لتحقيق علاقة سياسية جديدة أو رسمية مع المملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر خطرا طبعا على إيران، لأن إيران تحاول الاقتراب، تحاول التفاوض في الداخل العراقي مع المملكة العربية السعودية من أجل تصفير المشاكل، من أجل منع المملكة العربية السعودية من الوصول إلى هذا الأمر، لأن لو السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين كلها امتلكت علاقات رسمية مع إسرائيل يعتبر خطرا على المستوى الاستراتيجي. ولكن الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، صحيح أن هذا الأمر يعتبر هو واحدة من الأهداف التي يبحث عنها بحسب موقع أكسيوس طبعا بكل تأكيد وما نشره، ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن هنا هو يبحث عن تحقيق هذه الصفقة وإنهائها بهذا الشكل أو على الأقل من الاقتراب منها بشكل كبير، وذلك من أجل تحقيق نجاح في زيارة تحدثت عنها CNN الأمريكية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من قبل جو بايدن بنفسه نهاية الشهر القادم. هو يريد الوصول طبعا من أجل تحقيق أمرا مهما هو توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعد تشنجات كبيرة، الحصول على الطاقة المهمة جدا في السعودية، توطيد العلاقات، حقق الكثير الآن مع الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة، كذلك تأمين الطاقة، لأنها إشارة واضحة جدا أيضا، وفي إشارة واضحة من هذه التحركات الأمريكية نريد تأمين الطاقة، نؤمن الطاقة، لأن المفاوضات النووية قد تفشل ونفشل في الحصول على الطاقة، وهذا طبعا يضع إيران تحت المطرقة وقد تقبل بالكثير من هذه الأمور ومن هذه الضغوط التي تجري، وقد تعود إلى الاتفاق النووي في ظل الضغوط التي نتحدث عنها. ومن يقوم بهذه المفاوضات ويقودها بشكل مباشر بحسب موقع أكسيوس، بريت ماجورك السياسي الأمريكي المخضرم هو الذي يقود هذه المفاوضات حول هذه القضية تحديدا التي نشرت طبعا من قبل باراك رافيد. وبالتالي نحن أمام فعلا تحولات كبيرة جدا تجري على المستوى العراقي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.